حاليا نحن في محل حي الشفاء بنينا هذه المدرسة النورية ليعود تاريخها إلى 900 سنة مضت، وهذه الآثار تابعة للمدرسة النورية. بنيت هذه المدرسة في عصر الأتابكي، هسه حاليا تتكون من الصفوف جاهزة للتدريس، بس يعني كهربائيات كاملة، جامعات كاملة، يعني جاهزة للتدريس، فقط إرادتنا بس رحلات. رحلات وصبورة ويعني هالشغلات، حتى الباب الرئيسي وصلناه هسه راح يجي. بس ظل شغلة الرحلات والصبورات، تعرف على الصفوف إرادة والله. إمتى الافتتاح؟ والله هي قريبة جدا، يعني هي كاملة هسه، بس يجي الباب الرئيسي كملة المدرسة. أوقات عملكم واجبكم؟ والله تعرف أنت ظروف المطر ما مطر ولا والله شغل مستمر. العمل ما يقف، والله وقف السنة من ناحية الموافقات، من ناحية متابعة العمل على جول يتابعونه. يتابعونه وايش نطلب منهم والله ما يقولوا شيء. مفتشة الآثار هم يا مخابر الأستاذ عبد الرحمن، يعني ايش نحتاج والله حتى الأخير قلت له يريد لنا واحد يجي يصون لنا هذول قال بسيطة. الناس يعني والله ما بخلي يصون هذول القطع الأثرية تعرف تاريخ الموصل على